بفوز إنجاز، وننتظر انطلاقة الشوط الرئيسي، وهذا هو ينطلق الشوط الرئيسي للقاية القعدان. وأرحب بالزميل محمد بن عايض الصوت. شكرا أبو بريك. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا اليوم ومنافسات سن اللقاية هنا على أرضية ميدان التحدي. نتابع انطلاقة ثاني أشواطنا في هذا الصباح. الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان ومنافسات الخمسة كيلومترات، على بركة الله مشاهدينا الكرام نسير مع هذه الانطلاقة واندفاعة أقوى أشواط القعدان في هذا الصباح بهذا الحضور وهذا التواجد، من خلال أيضا انطلاقات شعارات أبناء القبائل. نتابع البداية والصدارة في هذا الشوط. هناك نسير إلى أول المراكز، الدالوب هنا على أول المراكز، عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن علي المسند هنا مع أول المراكز وثاني المراكز. أتابع الوصول والقدوم من مجحود حسين بن سالم بن مبارك، أتابع أيضا القادم من غير في هذه اللحظات هنا مع ثاني المراكز شاهين محمد القرين بن علي العامري هنا المتواجد والمنطلق مع ثاني المراكز ثالث الأسماء. أتابع مشاهدينا الكرام مهول محمد بن فلاح بن حمد المري هنا المتواجد مع ثالث المراكز. رابع الأسماء مبعد هنا القادم والمتواجد بشعار حمد بن محمد بن قعيس المري هنا القادم أيضا والمنطلق مع رابع المراكز وخامس المراكز. مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل، أتابع من الجانب الآخر الأسماء والشعارات القادمة. هناك شاهين يصل خامسا، عبد الله بن سعيد بن أحمد الرميثي، وبه أختم هذا النداء الأول مشاهدين الكرام بتواجد ايضا هذه الاسماء. 32 اسم مشارك معنا في هذا الشوط. اعود الى البدايه واتابع الصداره. هناك الدالوب على اول المراكز على البدايه والصداره بشعار عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسند هنا مع هذا الانطلاق الممتاز على البدايه والصداره وثاني الاسماء. يتواجد مشاهدينا الكرام ينطلق شاهين محمد بن قرين بن علي العامري هنا القادم والمتواجد مع ثاني المراكز ثالث الأسماء. مهول هنا قادم مع ثالث المراكز محمد بن فلاح بن حمد المري هنا القادم والمتواجد ثالثا في هذا الانطلاق الأول مع هذه اللحظات. ولكن أتابع الأسماء، هناك مبعد من الجانب الآخر حمد بن محمد بن قعيس هنا المتواجد مع مبعد، ولكن الاسم القادم شاهين علي بن صالح بن حمد بن حول هنا ايضا يتواجد ويغير بدوره الى رابع المراكز. والاسماء القادمه هنا سنجار حمد بن عبد الله بن سعد بن شحيل هنا ينضم الى دائره النداء من خلال تقدم سنجار، ولكن الاسماء القادمه والهجوم في هذا الشوط في هذا الشوط الأول. أعود إلى البداية هناك وأيضا التغييرات على الصدارة وانطلاقة أيضا هناك انطلاق الشاهين على أول المراكز. من يغير في هذه اللحظات؟ محمد بن قرين العامري هنا من يتواجد مع أول المراكز. الله 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 على هذا الأداء وانطلاقة شاهين على الصدارة. ثاني المراكز هنا الدالوب المتواجد هنا مع ثاني المراكز عبد الله بن سعيد بن عبد الله المسند، ولكن الاسماء بدا الهجوم. وتابع الاسماء القادمه مشاهدينا الكرام، نتابع هذا الاداء الممتاز، ولكن شوف القادم. وصلت الاسماء، وصلت الشعارات مشاهدينا الكرام من الجانب الاخر. يتقدم شاهين علي بن صالح بن حمد بالحول هنا القادم والمتواجد ايضا، ولكن الاسماء
الأسماء من الجانب الآخر. هناك القادم والمنطلق مشاهدين الكرام، هناك مقدام حمد بن علي بن راشد المري، ولكن من غير إلى الصدارة، من انطلق إلى البداية. متابعين الكرام، سراب اتسرب من العمق بشعار ناصر بن سعيد بن سالم العمري، من ينطلق الى اول المراكز في هذه اللحظات. ولكن الله يشعار ايضا هناك القادم والمتواجد شعار بن جهيم ايضا يبدا مع اقوى اشواط القعدان، يقدم مقدام هناك، يقدم مقدام حمد بن علي بن راشد المري. الله والقادم شاهين علي بن صالح بن حمد بن حول، ولكن الاسم القادم وصل سنجار صالح بن جابر بن محمد آل جابر المري. وصلت الأسماء، وصلت الأسماء، ولكن أتابع القدوم، أتابع الوصول. مشاهدين الكرام، وصل الخلاوي أحزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح، هنا يصل في هذه اللحظات. الله يا الأسماء، الله يا الأسماء. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، 1200 خلاص ما تبقى عن خط النهاية، هناك الأمور على الصدارة والانطلاق. متابعينا الكرام، هناك مع البداية والصدارة شاهين على أول المراكز علي بن صالح بن حمد بن حول المري. هنا من يبدأ مع شاهين على البداية والصدارة، ولكن الخطورة قادمة. أتابع هناك من الجانب الآخر من بدأ سنجار، ولكن الله سنجار هنا القادم في هذه اللحظات. الخلاوي أيضا هنا قادم، ولكن الاسم القادم أتابع مجحود شعار أيضا بن فراج أيضا يصل مع هذه اللحظات، مع حسين بن سالم بن مبارك المري. الله يا الأسماء، ولكن عاد سنجار صالح بن جابر بن محمد آل جابر المري. الله انطلق سنجار مشاهدين الكرام ليعلن ايضا هذا التواجد في اقوى اشواط القعدان. سنجار هنا مع الصدارة، سنجار مع البداية بشعار صالح بن جابر بن محمد آل جابر المري، ينطلق مع اول المراكز مع الشوط الرئيسي اقوى اشواط القعدان. الشوط الرئيسي مع سنجار هنا يعلن ايضا هذه المغادرة، يعلن هذا التواجد هنا مع هذا الانطلاق الممتاز. واسعد الله صباحكم يا اهالي ابرين، سلام على هذا الاداء وهذا الانطلاق الممتاز. تهانينا والناموس لصالح بن جابر بن محمد آل جابر المري على فوز سنجار وانتزاع اقوى اشواط القعدان في هذا الصباح. ثاني المراكز وصل الخلاوي حزام بن زيد بن محسن آل بحيح، وثالث المراكز وصل مشاهدين الكرام شاهين حمد بن صالح بن سعيد المري، ورابع المراكز وصل سراب لناصر بن سعيد بن سالم العمري، وخامس المراكز كان التواجد من مجحود حسين بن سالم بن مبارك المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام. نعود بالتوقيت الزمني، نعود مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل مع التوقيت الزمني وتوقيت سنجار. نتابع ايضا شاشه قناه الريان في هذه اللحظات، هنا ايضا مع ايضا لحظات الوصول وايضا وصول سنجار صاحب هذا الشوط الاول الخاص بالقعدان. توقيت الزمني يا ابو شارب 7:43، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن جابر بن محمد آل جابر المري على هذا الفوز. ثاني المراكز كان الوصول من الخلاوي ب7:46 و6 أجزاء من الثانية. نهني أيضا مالك الخلاوي حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح، ثالث المراكز كان وصول من شاهين بتوقيت 7:47 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن صالح بن سعيد الفهد المري، تهانينا والناموس للجميع.